حضرتك نتحدث اليوم على واحد الموضوع انا مشارك فيه كل عام تقريبا، هذا العام التالي الخامس. باغي ندير مثال كيفو باللغه العربيه. كنت نتكلم مع واحد دوزي البيت، قال لي انه فيه كونكورس كيف هذا باللغه العربيه بصح فيه فلوس. انا حاب نحل عقده تاع الفلوس هذه باش الناس يقعدوا يدخلوا يشاركوا بدون فلوس، لانه مرات اذا يكون الفلوس وتنحيهم يروح الطمع معنا. اوكي، نبدا بالبروجيكت ويكي مسابقه. هي هذا المشروع اللي هو يكون من مسابقتين تاع ويكي تاع تعديل الكونتنت تاع الويكيبيديا العربيه مرتين في العام. كما نشوف هنا عندنا ربيع وعندنا في الخريف. السلسله تاع الربيع نديروها فريق، كل فريق يتكون من خمس مقالات ومن خمس ناس ليطوروا المقالة إلى حتى تكون مقالة جيدة أو مقالة مختارة بيقولوا بالعربية. عندك في المدة تاعها تكون شهرين باش يخليو الناس يدخلوا الفوتينغ والحكاية. أما الحكاية تاع المسابقة تاع الخريف أنها تكون تطوير المقالات لا نهاية المقالات، أكبر عدد المقالات من مقياس البذرة حتى النكست ليفل تاعي. والفائز يكون اكثر من عمل على تحديث هذا كل المقالات. قوانين المسابقه، هي تكون الفريق يكون دائما من واحد الى خمسه، تسمى نقدروا نعملوا ايكيب سولو كما يقولوا بالفرنسيه، تسمى كل واحد يعمل بنفسه. هذه تحديثها حتى تسمى تطوير المقالة حتى الأخير. أما تسمى الكونكورس الثاني هو نختار توبيك أو كما يقولوا بالعربية موضوع، يقولوا تسمى نختار موضوع اللي كل الفريق يخدم عليه، كي نخدموا عليه نطوروا كل الحكاية تاعنا. عملت شوية إحصائيات في ويكيبيديا تسمى الكونكورس الفرنسي، ونشوف مليح كم من المقالات الجيدة والمقالات المختارة، هذا الإيفولوشن تاعها بكل عام. عندكم مثلا في 2008 ما بين 231 مقالة، منها 40 رجعت مقالات مختارة ومقالات جيدة 34. تسمى يوم نعملوا حاجة كيف هكا بالويكيبيديا العربية تكون كثير مليح، لأنه هذه 30% 30 مقالة هي 30% من كل المقالات الجيدة تاع الويكيبيديا العربية. يوم نشوف المشاركين في الويكيبيديا الفرنسية في المسابقة هذه بداوا 17 فريق، في كل فريق كاين انسان واحد، تسمى هذه الفيرست ستيج تاعها. اما العام الثاني 2007 24 فريق، في كل فريق كاين تقريبا خمس اشخاص اللي شاركوا، وكلها كل عام كل ما يفوت عام كل ما يكثر الناس في المسابقه هذه. نتائج تاعها هنا نطلب منكم تقييم شويه، اذا هذا الكونكورس اللي نعطيكم الاحصائيات تاعهم ينطبق على الويكيبيديا العربية. إذا من 2006 كان الكونكورس هذا الويكيبيديا العربية، فتطورت الويكيبيديا العربية 52% من المقالات المختارة و 53% من المقالات الجيدة. ثم أنا باغي نعمل هذا بروجيكت في الويكيبيديا العربية لتطوير الكونتنت نتاع الويكيبيديا العربية. كل واحد يحل توبيك، كل واحد يحل تيم، يشتي تيم.
مثلا كيما انا كنت دائما نطور الديما تاع الجزائر تسمى نحط توبيك فيها الجزائر ونعمل على المقالات كلها اللي في هذا الجزائر تطلع حتى الارتيكل دو كاليتي مثلا بالفرنسي يقولوا تسمى مقالات مختاره معنا وشفت في ويكيبيديا الفرنسية أنه كل الناس يدخلوا عندهم حماس كبير بالتيمة تحمل أنا أحب التيمة هذه وأنا سأعمل كل باش نطور وسامرش سؤال عندي كيف تعمل إعلان على الكونكور؟ إعلان على الكونكور هو يكون على الصفحة الرئيسية في ويكيبيديا العربية وفي كل بروجكت مثلا يدخل لهم سنترال بان بل بعثهم من ثم وكل تسمى البروجيكتات تاع الويكيبيديا العربيه يقدروا يحطوا خمس مشاركين في الكونكورس هذا تسمى هي ما فيها حدود تاع الفئه يقدروا يجيو واحد يقدروا يجيو 10 يقدروا يجيو 100 تسمى كلها كل ما يكون كثير كل ما يكون مليح. نمر للمداخلة القادمة.